يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول عندنا بعض المشايخ إذا فسر القرآن كله وختم تفسيره فإنه يجتمع عنده آلاف الناس ويأتون من خارج البلاد لأجل أن يحضروا الختم والدعاء، وهو يدعو بدعاء طويل ثم يجمع له أموال كثيرة، فهل يجوز مثل هذا العمل؟ هذا يحترف، هذا يتكسب، يعني يقرأ التفسير ويجمع الناس علشان يعطونه دراهم، هذا يحترف. هذا لو اشتغل حرفي أحسن له من أنه يمتهن القرآن لجمع الأموال. لو أنه يكنس، لو أنه يكنس أو يستعمل أدنى الحرف ويأكل منها أحسن له منها من أنه يتخذ القرآن حرفة، نسأل الله العافية. نعم.